اوكي، مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. هلا طبعا انا شخص مهتم اني اتعلم علم فلك وهيك شغلات، وهذا الشيء مش متوفر في لبنان. اوكي، وانا سافرت برا صحيح، بس رحت على اساس عم بكمل علوم حاسبات وماجستير بعلوم الحاسبات، لان هاي اللي كنت بعرفه وما فاضي اروح هلا افكر بشيء جديد. تمام، بعد السنوات كلها وانا اصلا بعرف حالي بحب امور الفلك، هلا صار شوي مش قصة عم بهمل قصة الكمبيوتر ساينس وعلوم حاسبات كل قصة الكمبيوتر، ولكن صرت انا يعني متخم فيه، يعني صار عندي يا نوع من الملل انه ما عدت يعني كل شيء مش تاخذوا عليه قالب الناس اللي بتعرفني، بس لا انا صرت يعني خلص كل شيء بالكمبيوتر نسبيا صرت بقدر له، ما عاد عندي اي ضعف فيه. كيف يعني؟ حتى لو في مطارح في عندي ضعف هذيك بقدر اخلصها لوحدي يعني. فهلا بالنسبة لي كمان كشخص مهتم في البرمجة وعلوم الحاسبات وبحب علم الفلك، الحلو انه خلطهم مع بعض، لانه اذا بدنا نحكي عن موضوع البرمجة لوحد شو اسمه انه برمجة هيك بس لازم البرمجة، وما في شيء تملي الموضوع على الفاضي. اوكي، يعني بتستعمل انت بتحكي بلغات البرمجة خاصة انه بتضلها لغة، فاللغة بدون موضوع ينحكى فيه وتناقشه على الفاضي. فانا بالنسبة لي عم حاول اربط ب يعني هوايتي بعلم الفلك ورغبتي بعلم الفلك ب امور الكمبيوتر. اوكي، ويمكن البعض منكم شاف احد الفيديوهات كيف حتى جبت الميكروسكوب وحاولت استعمله مع الاوبن سي في ومكتبة الاوبن سي في وحتى هذا. فانا كمان بنفس السياق صار من كم اسبوع هيك قبل هذا الفيديو كنت عم بحاول انه يعني احنا مش عم نحكي قصص، احنا عم بحاول فهمك كيف انا عم بدي اوصل لموضوع اني اتعلم ولو ذاتيا. اوكي، يعني انا ما بشجع حدا يتعلم ذاتيا غير لازم يكون مخلص شهادته، يعني لازم يكون مخلص شهادتك الجامعيه باي منهج. اوكي، تقني. اوكي، تقني، لا شهاده تقنيه، يعني انا ماني جاي بلوشي. اوكي، جاي مخلص كمبيوتر ساينس، نحن بندرس فيزكس كمان وجايين من ايام المدرسه، فعندنا قدره انه نفوت في هاي القصص، مو انه جاي هيك فاضي. طب ما في حدا صعب حدا يجي حرج بهي النقطه. اوكي، انا مش حقدر اخذ شهاده فيها مش مشكله، بس على الاقل انه ما كونك انت معك شهاده علوم حاسبات او ماجستير فيها اكيد، وانا درست شويه هندسه باول دراستي ف يعني فهمان فيزياء، مو انه هيك. تمام، هلا فاذا كيف بلشت استرشد على الموضوع؟ فعم بحبش هيك على النت، فقلت يلا هاي الام اي تي، جامعه الام اي تي حاطين بامريكا، هي مش هن جامعه بس هن اكثر معهد، يعني صايرين معهد، هن اصلا انستيتيوت، عرفت شو؟ شو اسمه معهد تقني هن اكثر، او كليه جامعيه فيكم تعتبروها. اوكي، فالمهم يعني لو شفتوا شيء هندسه هن يمكن ما عندهمش طب زي ما بفهم، يعني الاشياء مثل هيك ما تكونش لهم. تمام، المهم زي ما انا عم بفهم يعني يمكن يكون في شيء غلط بمعلوماتي، بس ولو فعندهم شيء موقع هون اسمه MIT Open Courseware، يعني عندهم مواد محطوطه مفتوحه المصدر وحبيت تقراها وتقراها. هن حتى سالتهم انا بالايميلات، هي هون عم بحبش شو اسمه، هاي اول رد علي انه اوتوماتيك. تمام، هذا كان سؤالي حبا عرفتهم عن حالي هون. تمام، تحت الفقرة هاي اللي أنا مكتر تحت كلمة يوروت. أوكي، وبعدين رديت شو رد اجاني خبر قالوا لي ما في أي ترتيب حتى تتعلموا، لأنه كتير مهم أنا أعرف شو ترتيب المواد حتى أقدر أفوت فيهم مزبوط. أوكي، نحن حنبلش قراءة لا تخافوا، حنبلش قراءة وهذا بس حتى اللي تعرف كيف عم ندرس. هلا شو عملت أنا؟ لأني أنا ماجستير أصلا، فرحت انا عملت حطيت الليفل تبعي، حطيت له جراجويت. اوكي، اذا حطيت الاندر جراد حطيت طبعا بكالوريوس وبضيع بيهم، فانا عم خفف من عدد المواد اللي ممكن اقراها. وبعدين حطيت له التوبكس، حطيت له شو اسمه استروفيزكس واسترو داينامكس. هلا الداينامكس اكثر صايره هندسه كل شيء متعلق في الطيران في الفضاء. اوكي، وفي عندنا الاستروفيزكس، طبعا انا بهمني الاستروفيزكس اللي هو الفيزياء الفلكيه. طبعا في عندك هدول المواد كلها الجراجويت. اوكي، قديش احنا حاطين كم ماده؟ بيطلعوا 6، هيك معقول. تمام، ناخذ هاي المواد كلها. تمام، لانه لما حطيت انا على الاندر جراد اللي هن البكالوريوس حسيت مع الجراد في خليط، شوف في خليط. اوكي، فلا انا قلت، وبعدين في ماده بقول لك مقدمه في علم الفلك، وبعدين في ماده ثانيه بقول لك استروفيزكس 1، فلا انا بدك فوت بشيء
بدون الخلطة. فرحت انا اصرف 6-1 ونحن حاطين هون القراءات الكتب اوكي، ولقيت هاي اسماء الكتب لقيناهم كلهم على زد ناقص اي بي اوكي، في كلياتهم موجودين هنا تمام، فما تعطي الهم. بتحمله من الموقع هذا اوكي، بحبش على العناوين ولاقيهم انت نفسهم النزاتهم. هلا نحن حنبلش باول كتاب، هذا واحد من الكتب يعني، بس احنا مش هذا اللي حنبلش فيه طبعا، حنبلش بالمقدمه، كتاب مقدمه، لازم نبلش بشيء مقدم شوي. فهذا الكتاب قدامنا هو يعتبر مقدمه في الفيزياء الفلكيه الحديثه، هو اسمه هيك الكتاب بالعربي تمام، مقدمه في الفيزياء الحديثه. يا هاي الصورة اللي شايفينها شباب، هذه ما تفكروا انت عم بتشوفوا عدة شو اسمه عدة يعني عدة مجرات، لا يبقى يكون في مجرات عاملين نوع من البراية على بعض اوكي، فهلا بتشوف الوحدة مرات تنتين اوكي، في شيء بيصير هيك تمام، الفلك موجود يعني تمام. على كل فبنو بكسير نعمل خداع يعني بالصوره يا تمام. هلا هذا كتاب شوي حديث، هلا بالفيزياء ما في شيء قصه قديم وجديد، اذا قديم عم تحكي شيء من ايام الفينيقيين يعني ولا ايام هذا، هيك قديم بالفيزياء، عرفت شو القوانين الفيزياء دوبها تتغير يعني، الفكره انك تقدر تكتشف شو هو شيء اصلا موجود وتعرف تفسر تفسر ظواهره اوكي، فمنه مثل برامج الكمبيوتر يعني، عرفت شو يلا هذا 2016 2017 لا انسى اوكي خلص هذا صار كثير قديم، عرفت شو. طيب هلا بريفس اوكي، هلا حنبلش هون دغري. الكتاب حتى انا قريت المقدمه على السريع عم بخبركم، بيحكي انه عم بيحاولوا يعالجوا من خلال الكتاب، والكتاب حديث يعني 2004 2000 قديش نشوف لكم اياه يعني وين بيكون يا 17 اوكي، عم بيحاول يعالج مشكله انه في الجامعات عم بيعلموا الاستر فيزكس بطريقه ما فيش فيها ربط مع الرياضيات والفيزياء وتطبيق عملي يعني لامور علم الفلك في الفيزكس اوكي، بس بتحس يعني بحكيك استاذ الرياضيات بحكيك بشيء ولا له علاقه بالفيزكس، بتفوت على صف الاستر فيزكس بحكي لك بس كل الكلام وصفه ما فيش انه ربط يعني، عرفت شو. وهذا حتى بالمدارس بالمواد الفيزيكس الثانيه، اذا انت مواد الفيزياء الثانيه اذا انت استاذك ما بي شو اسمه ما بيحكي لك عن يعني الرياضيات، خاصه استاذك الرياضيات كمان، وانا مشكلة استاذ الرياضيات مش فاهمين الفيزيكس تبع الرياضيات، عرفت شو؟ فمشان هيك اذا ما اجى استاذك الرياضيات حكى لك بالفيزيكس، وهي احلى شيء انك تتعلم الرياضيات من خلال الفيزيكس مش بالعكس، وهلا عم يصير فصل عشان هيك الطالب بيطلع شوي ما شو عم يصير، لانه بيكون في شاب كثير ذكي بس من كثر ما هو ذكاء بصير في تحليل كثير ف ببطل هذا تمام. فاذا هيك بنكون نحن، انا راح اوقف هون ونبلش بحصه ثانيه بتكون زي مقدمه ونكمل في قراءه الكتاب تمام، ونشوفكم، سلام.